الآن ستصدر صوت عالي. هذه غارة. هذه إحدى الغارات التي نفذت الآن على طول الشريط الحدودي في هذه اللحظات جنوب مدينة رفح، ولكن داخل الجانب المصري في مسافة لا تقل عن 20 متر داخل الحدود المصرية. طبعا هذا القصف. هذه هي الغارة وهذا هو البرج المصري كما هو الحال، المتواجد تماما على الشريط الحدودي بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية.